على كل حال اللقاء كان جيد، حضور جماهيري غفير، تنظيم رائع. نعتز بملعب كهذا الملعب تكون عندها الجزائر ان شاء الله، يساعدنا باش نكونوا في الاستحقاقات المقبله خاصه كاس افريقيا 2025. نشكر المنظمين، وبالنسبه للقاء على العموم اولا هي منافسه رسميه وكاس افريقيا في الجزائر، ثاني لقاء فوز، النتيجه هي هي المؤهله للدور ان شاء الله المقبل، وبالتوفيق للاخ بوقرا واشباله. عجبني هايل، عجبوني لي جوار، لعبوا اليوم مليح بكل اريحيه وبكل شجاعه، ومن سطات ثاني عجبني الله يبارك باهي. باهي من ده المره الاولى هذه. نشكروا ماجد بوقرا على اللقاء هذايا. اليوم عرفنا بلي كما يقولوا ليكيب راهي الدور كما يقولوا بارابور الماتش اللي فات. واش ثاني ان شاء الله نتمنى برك كما يقولوا يدي لنا شغل اللي زال برك اللي راهم شويه سي باسا كما يقولوا. نتمنى ان شاء الله المباراه الثالثه ان شاء الله يزيد يتحسن الفريق اكثر واكثر ان شاء الله، والتنظيم تنظيم ما شاء الله، ومام الناس كما يقولوا ما شاء الله بالعائلات ديالهم صافي بليزير، وان شاء الله كما يقولوا ربي يحفظنا البلاد هذه. هذه هي التأهل، درك نبقاو نخمو لي ماتش اللي جايين، نشوفوا النقائص اللي خصونا نعاودو نزيدو نديرو نسقموهم. والجمهور نحكي لك على الجمهور خارق للعادة، تعرف الشغف تاع كرة القدم تاع الشعب الجزائري، شت تصطاد عنابة قسنطينة، نورمالمون لا كوب دافريك 2025 في الجزائر هذه نورمالمون يعطيوها لنا، الحمد لله. دال اليوم المنتخب الوطني كان في يومه وجاب نتيجة إيجابية، الحمد لله يا ربي على النتيجة هذه، وإن شاء الله تأهل الحمد لله، إن شاء الله العقوبة الثم النهائي وحتى النهائي إن شاء الله، وعقوبة إن شاء الله حتى الملعب نيسو مانديلا براقي تحفة معمارية، هذه تحسى بلد الجزائر إن شاء الله، تطور في مجالات كثيرة إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الشكر الحمد لله، وجد دائما ولاية المسيرة لأجل تدعيم منتخب وطني أكابر لتنظيم كأس إفريقيا أكابر في الجزائر، إن شاء الله يكون فيها خير البلد ونصيب منها إن شاء الله.